في مخلوقات كتير عايشة حوالينا ممكن نكون ما بنشوفهاش بعيننا المجردة. المخلوقات دي ربنا اداها قدرة على التخفي وسط الطبيعة. ساعات عشان تنقض على غريمها، وساعات عشان تدافع عن نفسها. أهو زي الكائنات دي في أبطال عايشة حوالينا تحمينا وتدافع عننا ضد أي خطر. ممكن نكون ما بنشوفهاش في حياتنا العادية، بس هم دايما حوالينا بيضحوا بحياتهم علشاننا، بيواجهوا الموت عشان نعيش في أمن وأمان. ده الهدف بتاعنا، قيادة مهمة جدا في التنظيم، هو اللي ورا العمليات الأخيرة اللي حصلت في البلد وراح فيها ضحايا كتير من المدنيين. ظهوره في التوقيت ده بيأكد ان في عملية كبيرة هيقوم بها التنظيم. زي ما حضراتكم شايفين المنطقة فيها بيتين، تحرياتنا أكدت ان البيت الأول مكان لتجهيز المتفجرات، التاني فيه عناصر جاهزة لتنفيذ تفجيرات وعمليات إرهابية في أماكن حيوية في نفس الوقت. احنا عاوزين الراجل ده، عنده معلومات كتير محتاجينها. مجموعة البلاد كوبرا جاهزة؟ جاهزة. وقوات الدعم جاهزة يا فندم. يا رجالة احنا الحق المبين، الخوف ملوش مكان في قلوبنا، مصر امانة بين ايديكم. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. كلمة عليها نحيا، كلمة عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نموت، وبها نقاتل في سبيل الله، وبها نقاتل في سبيل الله، وعليها نلقى الله، وعليها نلقى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أول ما تخلصوا هتلاقونا في ظهره. تمام يا فندم. توكلوا على الله. أريدك تتفكر شو وعد ربك للمجاهدين والشهداء من المراتب العلا. اليوم رح تصير عريس في الجنة، صلي الفجر مع النبيين والصديقين. أريدك تكبدهم أكبر قدر من الخسائر، فدماءهم حل لنا. قوات الدعم تتحرك.
قوات الدعم تتقدم اسرع. أشيله من فوق وش الأرض. حياتنا الطبيعية اللي بنعيشها كل يوم وراها قصص وبطولات محدش بيشوفها لرجال اختاروا ان حياتهم ما تبقاش طبيعية. مش مهم اي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا. صوت نداها امر ده مفيش شيء معاه، يكون مهم ساعتها او غالي علينا. المهم ان المهم تتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم ان المهم تتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم والأهم لينا وخلصت الكلام، أهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في أمان.